بقى مع حضراتكم من مقر النادي الاهلي بالجزيره على مقر جريده اليوم السابع عشان نلتقي وزميلتنا العزيزه مريم سميح اللي هنتابع معاها اهم الاخبار والموضوعات الرياضيه المختلفه في كافه الصحف والمواقع. يا صباح الفل عليك يا مريم، اخبارك ايه؟ صباح الفل عليك يا كريم، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة، جولة بداية الأسبوع من داخل يعني مقر جريدة اليوم السابع. هيكون معانا جولة لأهم العناوين الرياضية الصادرة صباح اليوم الأحد، والبداية طبعا من موقع اليوم السابع. المنتخب الأولمبي يغادر طوكيو وترانزيت في فرانكفورت ويصل غدا. تغادر طبعا بعثة منتخب مصر الأولمبي اليوم طوكيو عائدة إلى مصر، ده في تمام الساعة 2 ظهرا بتوقيت اليابان والتاسعة بتوقيت مصر. ده طبعا بعد الخروج من دور الثمانية بأولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف دون رد. وتعود بعثة المنتخب الأولمبي على متن طائرة عادية، ده طبعا على أن تتواجد بعثة المنتخب في مطار فرانكفورت ترانزيت على أن تصل البعثة للقاهرة صباح غدا الاثنين. وكان قد تأهل منتخب مصر الأولمبي لدور الثمانية بأولمبياد طوكيو بعد طبعا التعادل سلبيا أمام إسبانيا، ثم الخسارة أمام الأرجنتين 1-0، ثم المكسب أمام أستراليا 2-0. ومن سكاي نيوز عربية، الشناوي يحقق رقما غير مسبوق بتاريخ الفراعنة. على الرغم من خروج منتخب مصر الأولمبي من دور الثمانية من أولمبياد طوكيو بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف، إلا أن الشناوي طبعا حارسنا العظيم تمكن من تصدير تاريخ جديد للمصريين في الأولمبياد بعدما قدم بطولة استثنائية. الشناوي الحقيقة أنه هو شارك مع منتخب مصر الأولمبي في 4 مباريات خلال أولمبياد طوكيو 2020 بمعدل 379 دقيقة لعب. وكانت إحصائيات الشناوي وفقا لموقع الإحصائيات الشهير طبعا سوفا سكور على النحو التالي: التسديدات كانت 16 تسديدة، أما التصديات 14 تصدي، وتصديات من تسديدات داخل منطقة الجزاء 9 تصديات، وتصديات من تسديدات خارج منطقة الجزاء 5 تصديات، وأهداف سكنت شباك الشناوي كانوا هدف فقط، ومباريات دون أهداف 2. وبهذه الإحصائيات أصبح محمد الشناوي حارس مرمى المنتخب وكمان النادي الأهلي أقل حارس مرمى تسكن شباكه أهدافا في عدد مباريات أكثر على مدار مشاركات الفراعنة بالأولمبياد برصيد 2 فقط. سكن شباك المصريين في 4 مباريات خلال منافسات أولمبياد طوكيو 2020. من الجمهورية أونلاين، يد مصر تكتسح البحرين في ختام المجموعة بأولمبياد طوكيو 2020. حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا عريضا على نظيره البحريني بنتيجة 30-20 في المباراة التي أقيمت بينهما فجر اليوم الأحد في ختام دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، والمقرر كمان أن هي هتنتهي يوم 8 أغسطس الجاري. الحقيقة أنه واصل يعني منتخب اليد إنجازاته وانتصاراته محتلا المركز الثاني برصيد 8 نقاط بعد الفوز في 4 مباريات هم البرتغال واليابان والسويد وأخيرا البحرين، والخسارة في مباراة واحدة فقط طبعا كانت المباراة أمام الدنمارك بطل العالم في آخر نسختين. ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر لكرة اليد نظيره الألماني أو البرازيلي في 10 من بعد غد الثلاثاء. أخيرا من بوابة أخبار اليوم، سمر حمزة تودع منافسات المصارعة الحرة. خسرت سمر حمزة لاعبة المصارعة يعني من اللاعبة الروسية ناتاليا فوروبيفا بنتيجة 16-12 في منافسات دور ال 16 في دورة الألعاب لأولمبياد طوكيو 2020. وخسرت سمر حمزة فرصتها في دخول أدوار الطردية والحصول على الميدالية البرونزية بعد خسارة بطلة روسيا من بطلة قرغستان 12-0 لعدم تكافؤ في أقل من 2 دقيقة في دور ربع النهائي لمنافسات المصارعة الحرة سيدات بأولمبياد طوكيو. دي كانت أهم أخبارنا النهاردة في جولتنا الصحفية من داخل مقر جريدة اليوم السابع. بشكرك جدا يا كريم، العودة ليك مرة أخرى في الاستوديو. أنا اللي بشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزة مريم سميح، وأكيد شكرنا موصول أيضا لزميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم.